كلما قرأنا التاريخ، كلما ظهر فينا عالم مجدد رميناه بالتهم وأسقطناه من الكرسي، ثم نذهب إلى المدارس ونقول رحم الله طلبة العلم، أين العلماء؟ أين من يعيد مجد فلان مجد فلان؟ كيف سيعاد المجد وكلما ارتقى الكرسي وعد رميتموه بسهامكم؟ لن يرتقي أحد. حاجة الداعية والعالم للإعلام مهمة لنقل علمه إلى الناس، والإنسان لا يدري أين يكتب له الخير. اتصل بي ذات مرة مسجد قديما في جدة، لديهم دورة علمية في جامع ولي العهد، وطلبوا مني أن أشرح كتابا في السيرة، كان اسمه الدرة المضيئة. قبلت، أتيت جدة وجدت أن في الدورة مجموعة من العلماء، يعني دروس لعدة علماء، كنت أنا منهم في ذلك الزمن أقلهم شهرة، أظن هذا كان 1422 هجري. ثم الشركة التي تولت تسجيل كل الحلقات سجلت من ضمن ما سجلت حلقات شرحي، ولم أكن يوما قد ظهرت قبل في الإعلام. ثم إن القناة تبثت شروحي وشرح غيري، كأنها تلقت اتصالات بالقناعة، فطلبوا مني أن أقدم برنامجا، فقدمت برنامجا اسمه من معين القرآن. ما قدمت برنامجا مباشرا كان اسمه القطوف الدانية، وهذا البرنامج وثق الصلة بيني وبين الناس. ثم أجريت عملية القلب، أحدث الناس تعاطفا كبيرا معي، شأنهم مع شأن أي مريض، يعني المريض أحيانا يعني يجبل الناس على أن يتعاطفوا معه. وقعت قصة سميت عند الناس موجودة في المواقع قصة الممرضة اللبنانية، هو مجملها أنني بعد أن أجريت العملية تبين للأطباء أن هناك دما مغطي على القلب، فجاء الجراح وقال سنعيد العملية، لابد أن نشق الصدر مرة أخرى وقد خيط الصدر يعني قبل، وحتى نخرج هذا الدم. كانت هناك امرأة لبنانية، فتاة لبنانية ممرضة واقفة على يساري، قالت بلهجتها يعني، ولا أستطيع أن أحاكيها يعني أصلا أنثى يعني لا يكون صوت الرجل كصوت الأنثى، لكن قالت جملة مفردها صلي على النبي وربك بفرجها. فأنا قلت اللهم صلي على محمد وآل محمد، وأنا هذه الصلاة التي اختارها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قلتها فبقدر الله كل الدم نزل وذهل الأطباء حتى إنهم أعادوا الأشعة فوجدوا أنه لم يبقى شيء. فجاء الطبيب اسمه آدم سوداني فقال إن الذي أردنا أن نصنعه في غرفة العمليات فرجه الله من فوق 7 سماوات. وهذه الكلمة ظاهرة أمامي كأني أراها الآن، أني كنت في يعني ساعة تعب شديد، وأنا قد عانيت في المرض لسنوات حتى قررت أن أقبل العملية والحمد لله. هذا التعاطف والقصة أصبحت القلوب يعني تقبل على صالح، فبقي كيف يمن الله على صالح يعني ويسوق به إلي، ما دام ساق الله إليك الناس كيف تجعلهم قريبين من الله؟ فكان الإنسان يجتهد قدر الإمكان ما أمكن إلى أن يقرب الناس من ربهم، وهذا أمر اختطته، ولذلك جعلت القرآن هو السبيل. الناس لا تختلف على كلام الله، لا تختلف على القرآن، لكن لو قلت قال فلان وقال فلان هذا له أنصار وهذا له أنصار وهذا له خصوم وهذا له خصوم، اجمع الناس على كلام ربها. تجسد هذا في خطبي في مسجد قباء،